دايما بنقول ان مصر فيها اشطر دكاتره وكتير منهم وصل للعالميه زي دكتور مجد ناجي صاحب مجموعه ليبرتي لطب الاسنان اللي موجوده بدوله الامارات. في الحقيقه ان دكتور مجد ما كانش ليه اي تعاون داخل مصر، لكن لما فكر في تطوير السياحه العلاجيه في طب الاسنان في مصر والاستفاده من تجربه دوله الامارات قرر ان يكون اول تعاون ليه داخل مصر مع دكتور متميز جدا ومتمكن في مجاله، وهو دكتور احمد عصام ماضي مؤسس عيادات سوبروب لطب الاسنان. تعاون ان شاء الله يكون مثمر. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عنه من خلال التقرير اللي هيكون معاه. سعيد النهارده باعلان الكولابريشن ما بين سوبرب دنتال كير وباي ليبرتي عيادات ليبرتي في دبي ودكتور مجد ناجي. النهارده يوم الاحتفال والافتتاح للتعاون ده ما بين البلدين وما بين العيادتين. ان شاء الله يبقى تعاون مثمر ونقدر نغير في خريطه طب الاسنان والسياحه العلاجيه في مصر. سعيد بهذا التعاون اللي هينقل ان شاء الله الخدمه العلاجيه لطب الاسنان في مصر لمرحله تانيه، ان احنا هيبقى في كواليتي نقدر نقول عليه في مصر، ان احنا بناخد كواليتي زي الكواليتي اللي موجود في ليبرتي دبي، زي الكواليتي اللي موجود في اي عياده كبيره بره مصر. قررنا انه يكون في عندنا برنامج للجوده من خلاله ممكن نمنح خبرتنا لعيادات اخرى حول العالم. البرنامج هذا اسمه باي ليبرتي اكريديتيشن، بتحصل عليه العيادات اللي بتكون مطابقة للمواصفات اللي احنا بنطلبها واللي بتستعمل نفس طرق العلاج ونفس طرق التعقيم ونفس طرق الإدارة اللي بنستخدمها في عياداتنا. طبعا الاكريديتيشن هذا كان على مدى اكثر من 6 أشهر، تم التأكد من كفاءة هاي العيادات. طبعا تم اعتماد اكثر من عياده حول العالم في مختلف الدول العربيه، في الولايات المتحده تم اعتماد 3 عيادات، قريبا حيتم الاعلان عن عيادات في دول اوروبيه، ولكن احنا قررنا في عيادات ليبرتي لطب الاسنان كونها هي شريك استراتيجي لهيئه السياحه العلاجيه في اماره دبي، قررنا ان تكون الانطلاقه من جمهوريه مصر العربيه. أول شيء احتراماً لموقع مصر على خارطة العالم وحضارة وعراقة مصر في المجال الطبي والعلمي عموماً، وكمان لتشجيع السياحة العلاجية في جمهورية مصر العربية. من خلال الاعتماد هذا حيكون المرضى اللي بيراجعوا العيادات اللي حاصلة على ختم الجودة من عيادة ليبرتي باي ليبرتي اكريديتيشن متأكدين أن العيادات هذه بتستعمل نفس التقنيات اللي بتستعملها عيادة ليبرتي ونفس طريقة العلاج ونفس طريقة التعقيم. ومش بس هيك، كمان حيكون بإمكانهم إجراء استشارات عن بعد مع أطباء عيادة ليبرتي، وممكن حتى لو حبوا أنه زرعات الأسنان أو تركيبات الأسنان اللي حيقوموا فيها يتم تصنيعها في مختبرات ليبرتي لطب الأسنان في دولة الإمارات العربية المتحدة. أولاً أنا سعيد جداً بالتعاون ما بين عيادات ليبرتي في دبي ودكتور مجد ناجي وعيادات سوبر في مصر، ان احنا خدنا الاكريديشن بتاع باي ليبرتي من عياده بقيمه ليبرتي بخبره ليبرتي اكثر من 25 سنه. ده هيدينا كريديبيلتي اكثر في مصر، ان احنا مش بس بنقول ان احنا بنقدم اكتر يعني كواليتي مميزه، لا احنا كمان علينا اوديتنج او علينا مراقبه تقريبا دوريه على كل الكواليتي، على كل الطاقم الطبي، على كل الطاقم الاداري اللي هيبقى موجود.